ما يحب كذا، ما يحب هو الحين مو بمتقبل، وهو فرخ، فراح نعطيه على اساس ايش تقولون انه يسفر، انه يسفر ولا ضافر طويله انه يسفر. الحين راح ندخل اللي نشوف الحين عشان موضوع الاستفراغ. Remove it. Put it down. Put it down. No, no. Put it down. This one. Yes. نشوف نراقب الحوصلة. عطيناه ستة. عطيناه ستة. والله من عناد من الرأس. هو المفروض ياخذ 8 10. ما شاء الله 6، خلاص باقي شوي يمتري في 6 الآن مناسب، لأنه في شوية أكل سابقا. ما شاء الله مستقر، مستقر أموره تمام. الطير ما تعود على الغر عشان كذا يعاند، فلما يجوع شوي 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 راح تزين أموره. أما بالنسبة الآن فأموره زينة ما شاء الله، ما استفق ولا شيء، ها أموره طيبة. شوف ما شاء الله، ها ما في استفراغات ولا شيء، وقاعد ينمو أموره طيبة. استأنس على حقك. بيبدأ يكبر، العبوا معه كذا باستمرار، بيبدأ يكبر بهالطريقة. يبدأ إن شاء الله، ها بدأ الحين يعطي حركات شوي غر، يبدأ يكبر. شوف ها ما عاند، ما عاند معي ولا شيء، بهالشكل بهالشكل. ها جيب منديل محسن. نعم منديل زين، ما قام يعافر. يلا هذه تجربة، فيه شوي يبي له شوية وقت لما يقبض، بس هذه بهالطريقة نسوي له بهالشكل هذا، يعني مو بيعافر هالشكل. ما شاء الله مصحصح مستانس، شكلكم خانقين ومنور ما شاء الله.